فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، أستعين بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا وذريتنا وأحبابنا وسائر المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين، آمين. فصل في أحكام نفقة الأقارب. وكنا جلسنا المجلس الماضي وتكلمنا على أسباب وجوب النفقة، ثلاثة أسباب لوجوب النفقة: القرابة وملك اليمين والزوجية. وتكلمنا على القرابة، وبقي الكلام على ملك اليمين والزوجية. يقول المصنف السبب الثاني، المصنف والشارح: السبب الثاني في قول ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، اللي هو ملك اليمين يعني ما يملكه، ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة أو مدبرا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته، فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية، ويكسوه من غالب كسوتهم، ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا وعكسه، ويريحه صيفا وقت القيلولة، ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله. وذكر المصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة إلى آخره. نتكلم أولا على هذا الجزء، السبب الثاني لوجوب النفقة. يبقى عندنا ثلاث أسباب لوجود النفقة: النفقة الواجبة غير النفقة المستحبة. النفقة المستحبة واسعة، إن شاء الله تنفق على أي إنسان تطوعا أنت حر، لكن النفقة الواجبة في الشرع بحيث أنك لو لم تفعلها تأثم، تكون أسبابها ثلاثة أسباب: إما القرابة فتكون للوالدين والأولاد والأقربين إذا احتاجوا، والنفقة الثانية، السبب الثاني ملك اليمين، والسبب الثالث الزوجية يعني التزوج النكاح. فنتكلم على السبب الثاني اليوم، لأن تكلمنا عن السبب الأول في المجلس الماضي، وقلنا أن الواجبة في الأصول والفروع. في القرابة النفقة الواجبة تكون في الأصول والفروع، في الأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء والبنات وإن سفلوا يعني والأحفاد وغيره. يقول هنا قوله وذكر المصنف السبب الثاني أي الذي وملك اليمين، وإنما أضيف لليمين مع أن المالك وإنما أضيف
لليمين مع أن المالك للذات، مع أن الملك للذات وليس لليمين، يعني مع أن الملك للذات لأن بها الأخذ والعطاء. يعني يقول ملكت يمينه معناه ملكها، ملك ذاته، وقل اليمين لأن الإنسان يتناول به ما يملكه، فهي من باب المجاز. يعني قول ونفقة الرقيق، المراد بنفقة الرقيق مؤنته، كما يشير إليه كلام الشارح، ومنها أجرة الطبيب وثمن الدواء وماء الطهارة وتراب التيمم إن احتاج ذلك. يعني لو إنسان يملك إنسان في عصر الرق، يجب عليه أنه هو يطعمه ما يكفيه، لا يشترط أن يطعمه مما يطعم، يطعمه مما يطعم بسنة، يبقى ده الأفضل يعني، لكن على الأقل يطعمه من غير قوت البلد، ده الواجب، يطعمه من غير قوت البلد بقدر كفايته، لا بقدر أن يشبعه، لا، يكفي أنه يعطيه الطعام اللي يكفيه دون أن يؤدي إلى مرضه بسبب الضعف، ويكون من غالب قوت البلدة، ده هذا الواجب. ولكن الأفضل أن يطعمه مما يطعم، والأفضل لنا السنة. يبقى إحنا نتكلم على حد الواجب، وليس معنى ذلك أننا نلغي السنة. يكسي من غالب كسوة البلد، مش شرط من القماشة اللي لابسها، ده الواجب، لكن السنة يكسي مما يكسي نفسه، دي سنة. فهنا بيتكلم على إيه؟ النفقة الواجبة. تتذكر هذا جيدا، لأنه بيتكلم على الأمور الضرورية اللي هي أقل منها يأثم، منها أجرة الطبيب أيضا وثمن الدواء وماء الطهارة. إذا كان اللي يملكه مسلم ومحتاج يتوضى، والماء الطهارة ده بفلوس، لا، يجيب له ماء الطهارة، وكذلك تراب التيمم إن احتاج ذلك. وقول والبهائم، جمع بهيمة من البهم، وهو عدم التكلم، لأنها لا تتكلم، وهي في الأصل اسم لكل ذات أربع من دواب البر والبحر. يعني البهيمة اسم لكل ذات أربع، سواء كانت دابة بر أو دابة بحر، سموها بهيمة، وهي جاية من الإبهام، عدم القدرة على الكلام. والمراد بها هنا كل حيوان محترم، بخلاف غير المحترم كالفواسق الخمس. كل حيوان محترم يعني كل حيوان يحرم قتله اسمه حيوان محترم، إنما لو كان حيوان مأمور في الشرع بقتله كالفواسق الخمس يبقى اسمه حيوان غير محترم، وهي الحدقة والغراب. الفواسق اللي هي مأمور بقتلها في الحل والحرم، الحدقة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، فلا تلزمه نفقته بل تخليته. يلزمه ايه؟ يعني ما ينفعش عشان انت مأمور بقتل الحدقة انك انت تاخد الحدقة دي او الغراب وتحبسه وتسيبه يموت جوعا، لا، يا تقتله يا اما تطلقه، هو يسعى، ما تحبسوش، لان امرنا اذا قتلنا نحسن القتلة. تحبسه من غير طعام كده دي قتلة سيئة فيها تعذيب، يا إما تطلقه يا إما تقتله قتل حسن، كويس. فلا تلزمه نفقته بل تخليته، ولا يجوز حبسه حتى يموت جوعا، لخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأما ما لا روح فيه كالعقار والقناة فلا يجب فيه عمارة، وإن أدى تركها للخراب، نعم، يكره تركها حينئذ. يعني لو عنده عقار أو أرض وسابها خراب ما أنفقش عليها لا يأثم شرعا، لكن الأفضل أنه ما يضيعهاش، الأفضل ينفق عليها. فلو أنفق عليها العمارات ده من باب الأفضل لا من باب الواجب، هذا في العقار والأشياء التي لا روح فيها، كويس. لكن الحاجات اللي فيها روح تتعذب لو ما أنفقتش عليها، وحرام تعذبها، فيجب عليك النفق عليها. وأما ما لا روح فيه كالعقار والقناة فلا يجب فيه عمارة، وإن أدى تركها للخراب، نعم، يكره تركه حينئذ، كما يكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال. فإن قيل إضاعة المال تقتضي التحريم، لأنهم
نصوا في مواضع على تحريمها، أجيب بأن محل تحريمها إذا كان سببها فعلا إضاعة المال الحرام، إذا كانت بالفعل إنك أنت بتضيعه بالفعل، بتاخد مالك ترميه في البحر كده حرام، لكن لو تركتها النفق على عمارتها يبقى هنا ده بالترك، فالترك هنا لا يأثم، ولكن يبقى خالف الأول ويبقى فعل مكروه ولم يفعل محرما. أجيب بأن محل تحريمها إذا كان سببها فعلا كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف ورمي الدراهم في الطريق فلا ينافي أنها تكره إذا كان سببها تركا، وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا ينافي وجوب ذلك لحق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه. لكن لو كان المال ده اللي تحت إيده فيه حق للخلق يبقى يجب النفقة عليه حتى لا يضيع، زي مال الأوقاف، مال محجور عليه وهو ولي عليه، فيجب أنه يحافظ على هذا المال. فلا ينافي وجوب ذلك لحق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه والمرهون، ما لم يكن بتوافق الراهن والمرتهن فيجوز ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافقهما خلافا للرويان. يعني لو واحد عنده شقة مهجورة ما بيسكنش فيها ملكه، مش واجب عليه يروح يعمرها ولا يبيضها ولا يصلحها طالما ما بيسكنش فيها، مش واجب عليه خالص. فهمت ازاي؟ لا يأثم يعني. لكن لو عنده بهيمة وهو ما بيحتاجهاش وفي ملكه حرام عليه سيبها ما يأكلهاش، لأن البهيمة ليها روح إنما العقار ما لهش روح. فهم؟ عندك سيارة لكنها في الجراج ما تستعملهاش وهي فاسدة أصلا تحتاج تصليح، مش واجب عليك تصلحها ولا تأثم لو لم صلحتهاش. فهمت بقى إزاي؟ دي الأمثلة اللي هي عشان تعرف متى يأثم بالترك، لكن يأثم لو الدار دي اللي هو سايبها مهجورة دي تركها مفتوحة لأي إنسان يعيش فيها كده، يقوم يعيش فيها بقى عصابات ويعيش فيها ناس ويعملوها وكر كده حرام. فهمت؟ لأنه هو كده ألقاه، لكن قفلها مفتاح وقاعد في شقته في بيته هنا وهي دي في حتة مكان بعيد وما بيعمرهاش لا يأثم شر. خدت بالك؟ فدي النقطة اللي تاخد بالك منها. عنده حتة أرض مش عايز يزرعها لأنه مش فاضي يزرعها، ولا عايز يأجرها لحد عشان عادة الناس لما بيأجروا الأرض بيحطوا إيدهم عليها ما يعرفش يطلعها، يعمل ايه؟ ليه؟ انه يبورها ولا يأثم، يسيبها كده باير، لا يزرعها ولا يبيعها. خدت بالك؟ لا يأثم. فهمت بقى ازاي؟ مش تقول له لا انت كده قاسم تسيبها ليه ما تزرعهاش وتخليه يسيب شغله وهو قاعد هنا مثلا دكتور ولا محاسب ولا مهندس وعايزه ياخد الفاس ويروح يقعد يزرع، مش واجب عليه شرعا يزرع. خدت بالك؟ بخلاف عنده بهايم في البلد وهو ما بيروحش يراعيها، نقول له لا بيعها بقى، بيعها بقى، يا اما هاتها هنا تبيعها وحطها في الفريزر واسحب منها كلها، انما ما تسيبهاش بتتعذب. فهمت بقى؟ قول واجبه. اما في الرقيق فلخبر، واجبه في الرقيق ليه؟ لخبر يعني لحديث، للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ولخبر للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف. واما في البهائم، طب هي واجبه ليه في البهائم؟ فلحرمة الروح. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم لخبر الصحيحين، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل، من خشاش الارض او خشاش الارض بفتح الخاء وكسرها لغتان، اي هوامها، يعني لا رحمت ولا خلت رحمة ربنا تنزل زي ما بيقول المصريين، يعني خدت القطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سابتها تسرح في الأرض تأكل من إيه؟ من رزق الله، فده حرام. فمن ملك رقيقا إلى آخره، تفريع على كلام المصنف، عبدا أو أما أو مدبرا أو أم ولد، أنواع الرقيق يعني، لأن هم أنواع، عبدا أو أما يعني ذكرا أو أنثى، أو مدبرا يعني قال له أنت حر دبر موتي، يعني وعده بالحرية دبر موتي، سموه مدبر برضو يجب النفقة عليه،
أو أم ولد، يعني استفرشها ملك يمين وأنجبت له ولدا، ولدا يعني مولودا سواء كان ذكرا أو أنثى، تسموها أم ولد. أي أو مستأجرا أو معارا، يعني هو استأجر عبد علشان يشتغل عنده في أرضه من إيه، من أحد الناس اللي يملكوا هذا العبد، وجب عليه أن يطعم هذا المستأجر. المكاتب المباعدة. ها؟ المكاتب المباعدة. حيجي. أو أعمى أو زمنا، العبد بتاعه عمي وبقى قاعد لا يستطيع التكسب، يجب عليه أنه ينفق عليه يطعمه ويسقيه. أو زمنا بقى عجوز مش قادر يتحرك بسبب الزمانة، يعني كبر السن والعجز برضه. أو مستحقة منافعه بنحو وصية، أو هذا العبد مستحق منافعه بنحو وصية، أوصى بهذا العبد الذي يملكه لابن أخيه يخدمه، فصار عند ابن أخوه بيخدمه بوصية فبينتفع به، يبقى على ابن أخيه هذا أن يطعمه لأنه بيستحق منفعته. أو مستحقة منافعه بنحو وصية، أو آبقا، أو عبد آبق، يعني عبد هربان وجاء إيه؟ عندك استجار بيك لحين ما يجد سيده، تنفق عليه لحين ما تجد سيده حتى لا تضيعه. أو مزوجة لم تسلم لزوجها، أو عندك أمة زوجتها لرجل، أنت عندك أمة ملك يمينك زوجتها لرجل لم تسلمها بعد لزوجها، لم يدخل بها وهي لسه في حيازتك، وجب عليك أن تطعمها وتنفق عليه. أو مزوجة لم تسلم لزوجها ليلا ونهارا. نعم المكاتب ولو كتابة فاسدة لا يجب له شيء من ذلك على سيد الاستقلال بالكسب. المكاتب لأنه له أصبح لي نوع من الذمة المالية، لأنه بيدفع ثمنه وبيشتري نفسه من سيده، يبقى لا يجب على سيده إطعامه ولكن يطعم نفسه من كسبه الذي يشتري به نفسه. واضح؟ إلا إن عجز نفسه، لو عجز نفسه يرجع تاني عبد قن، يبقى سيده ينفق عليه. إلا إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد. وكذا الأمة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا لا يجب عليه النفقة عليه، يعني وزوج أمته لعبد أو لرجل واستلمها هذا الرجل ودخل بها وصارت تعيش معه، يبقى نفقتها على هذا الزوج مش على السيد، لأنه سلمها إليه ليلا ونهارا. واضح؟ لكن لو زوجه ولم يسلمها إليه لا يجب على زوجها النفقة، بل يجب على سيدها أن ينفق عليه. وقوله أو بهيمة أي فعليه علفها، البهيمة لازم يعلفها يعني يديها طعامها وسقيها بقدر الكفاية. بقدر الكفاية يعني مش شرط ان هو يعني ايه يعلفها العلف اللي يخليها سمينة، لكن اللي يبقي عليها عافيتها، لكن مش شرط يسمنها. يبقى فعليه علفها وسقيها بقدر الكفاية. والمراد بالكفاية وصولها لأول الشبع والري دون غايتهما. فإن امتنع المالك مما ذكر، افرض بقى الملك امتنع، لقيت انت راجل عنده بهايم وما بيطعمهاش وجعان، بلغ عنه القاضي، يوم القاضي ينفق عليها من مال هذا الرجل عنوه بحكم القضاء. كويس؟ ان كان له مال. طب ملوش مال، القاضي يبيعها بحكم القضاء كده، يبيعها لغيره ويديله ثمنها، يقول له خد ثمن الحاجات اللي انت كنت هتضيعها، خدت بالك؟ طب افرض له مال ولكن ليست عنده سيولة، القاضي ينفق عليه من بيت مال المسلمين دينا على المالك لما تتوفر السيولة، المهم ما يسيبوش تضيع. يعني البهيمة في بلاد المسلمين ما تموتش من الجوع، الوقت البني آدم في بلاد المسلمين بيموتوه من الجوع، البني آدم ما وصلش حق البهيمة. يعني احنا ما وصلناش مقام بغلة في عصر سيدنا عمر. اتفرج على ارض المقطم اللي احنا بنمشي فيها وعربياتنا بتمشي فيها، كان سيدنا عمر يقول لو تعثرت بغلة في ارض العراق، هنا بتتعثر السيارات في ارض المقطم وهي ملك للناس، والناس بتمشي برضو ساعات تجزع رجلها وتتكسر رجلها. والحمد لله في عصر الحرية والمساواة والعدالة والثورة، والحمد لله على ذلك. الذي لا يحمد على مكروه سواه. الكلب والكلب يدخل في البهائم؟ احنا لسه قايلين حيوان محترم، الحيوان المحترم يعني الذي لم يؤمر بقتله
واخد بالك؟ ان كان في حيازاتك عندك كلب صيد لازم تطعمه ولا تسيبه تجوعه؟ تطعمه مش كده برضو؟ والقط عندك قط في البيت تطعمها؟ طب مش عايز تطعمها تطلق سراح، هي تسرح في الشارع تاكل تاكل نفسها، لكش دعوه بيها، خدت بالك؟ يبقى البهيمه فعليه علفها وسقيها بقدر الكفايه والمراد بالكفايه وصولها لاول الشبع والري دون غايتهما. فان امتنع المالك مما ذكر وله مال امره الحاكم في الحيوان الماكول باحد ثلاثه امور. المالك عنده حيوان ماكول اللحم وامتنع عن اطعامه، الحاكم يخيره من ثلاث امور: بيعه او نحوه مما يزيل الملك، يا يبيعه يا يهبه لغيره، يعطيه لغيره يعني يتصدق به لغيره، يا اما يهبه يتصدق به يبيعه يعني يتخلى عن ملكيته باي وسيله من الوسائل، بيعه او نحوها مما يزيل الملك، او الاختيار الثاني علفه وسقيه بقدر الكفايه، والاختيار الثالث او ذبحه. ده في الايه؟ في المأكول. غير المأكول مش هيبقى ينفع فيه الذبح لانه ده غير مأكول بقى. وفي غير المأكول بأحد أمرين: بيعه أو نحوه مما يزيل الملك، أو علفه وسقيه بقدر الكفاية. ويحرم ذبحه ولو لإراحته من الحياة لطول مرض أو نحو. يبقى إيه؟ يحرم ذبح غير مأكول اللحم ولو إيه؟ لإراحته بسبب مرض. يبقى موت الرحيم حرام قطعا عند المسلمين. اللي هو طالع في أوروبا الوقت موضة وبيتبناه بعض أطباء المسلمين الجهل. ايه هو الموت الرحيم؟ بيسموه كده هم الجماعة الاوروبيين والامريكان الاطباء، يقول لك المريض اللي عنده مرض مؤلم ولا علاج له، فبدل ما نسيبه متألم للنهار نموته كده ايه موتة مريحة ونستريح منه ونفقته وهو نفسه يستريح من المرض. يبقى رحمنا الدولة من انها تنفق عليه، ورحمناه هو من ألم مرضه، ورحمنا المجتمع من وجود عجزة. دي وجهة نظر مين؟ الأوروبيين يفكروا بهذه الطريقة. عند المسلمين ما ينفعش، هذا حرام قطعا. إذا كان في الحيوان حرام قطعا فيكون في الإنسان من باب أولى. فعلشان كده حكاية الموت الرحيم دي ما تمشيش وراها، لأن الموت الرحيم مبناها إنك أنت عايز تريد أن تكون رب لهذا المخلوق، وأنت لست ربا، أنت عبدا، وربنا هو اللي قدر لي ان هو يبقى بهذه الحاله، هو اللي يرحمه مش انا اللي هرحمه. وانا ارحم عليه انا اساعده، ادي له حاجه تخفف المه، ادي له حاجه تخفف اعاقته لحد ما ربنا يتولاه ويختار له يموت امتى. مش انا، مش شغلتي ان انا اموت الناس يعني واحييهم، دي شغله الرب سبحانه وتعالى. لكن طبعا في المجتمع اللي ما يعرفش ربنا تصوروا نفسهم ان هم بيدبروا لنفسهم شؤون حياتهم، يبتدي يختار ويعمل ويشرع، فكل ده ما ينفعش في بلاد المسلمين. لا قرر دكتور التجرؤ على الاجل الذي كان، طبعا التجرؤ على الله، على احكام الربوبيه، كانه هو ولى نفسه رب للناس. في فرق بين ولي امر وبين رب، واخد بالك؟ الرب هو اللي يتولى الاقدار، يخف ما يخفش دي بتاعه، لكن احنا نساعده، المطلوب نساعده لاخر لحظه. هذا في الحيوان المحترم، فما بالك الانسان يكون من باب اولى. عشان كده نقرا الحته دي تاني وتاخد بالك. ويحرم ذبحه ولو لإراحته من الحياة لطول مرض أو نحو. للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. طيب ما عملش حاجة من اللي خيره فيها الحاكم، مأكول اللحم قال له بيعه أو تصدق به أو هبه لخيرك يعني زيل ملكك عنه، أو اذبحه وكله كويس، او اطعمه وما تعذبوش، وجاب غير مأكول اللحم قال له اطعمه او هبه لغيرك او بيعه، واخد بالك؟ فما رضاش، ما سمعش كلامه. فان لم يفعل ما امر به الحاكم ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال. فان لم يكن له مال اكرى الحاكم الدب عليه او باعها او جزأ منها. يعني ممكن الحاكم يأجر الدابة دي اللي ما بينفقش عليها، ومن خلال إيجارها ينفق على الدابة، كويس؟ أو إن هو عنده 10 جمال يبيع 5
وينفق على خمسة إطعام وشراب، أو يبيع واحد وينفق على الباقي، وهكذا. يعني يتصرف بقى الحاج كأني هيبقى نوع من الحجر، يبقى الحاكم هنا حجر على ملكه بسبب سوء تصرفي فيما يملك، وتصرف بالنيابة عنه، واخد بالك، لأنه عنده نوع من السفاعة من حيث الشرع الشريف أنه يضيع من يعول. يبقى أكرى الحاكم الدابة عليه، أكرى يعني أجرها أو باعها أو جزأ منها، يعني باع جزء منها فينفق على الباقي. فإن تعذر ذلك، طب ما تعذر هذا مش عارف يبيع أو يعمل أو السوق راكد أو شيء من هذا، فعلى بيت المال كفايته، فينفق عليها بقى من بيت مال المسلمين. ولا يحلب المالك من لبن دابته ما يضر ولدها. كمان انت تملك بقرة، البقرة دي انجبت وبترضع ولادها، ما تحلبش كل المال عشان يجي الرضيع بتاع البقرة ده ابنها ما يلاقيش لبن يرضع، كده تضر. حتى يحلبها بالقدر اللي ما يضرش ابنها، واخد بالك. ولا يحلب المالك من لبن دابته ما يضر ولدها، لأنه غذاؤه كولد الأمة، وإنما يحلب ما فضل عنه بشرط ألا يضر البهيمة. يعني الأمة بتاعته عندها ولد وبترضعه، ما يجيبش ابنه يقول لها رضعيه، واخد بالك. وبعدين اللي يتبقى لو ما تبقاش حاجة الولد يتفلي ابنك، ما ينفعش، فهم؟ يعني ولد الأمة أولى هي برضاعته من ابن السيد، إلا إذا كان لبنها يكفي الاثنين، معلش. فالأمة كالإيه، زي برضو في الدابة، إن هو إيه، لا يحلب لبنها كله بحيث يضر ابنها، لأنه غذاؤه كولد الأمة، وإنما يحلب ما فضل عنه بشرط، شوف الشروط بقى، ألا يضر البهيمة لقلة علفها، وليس له ترك الحلب إذا كان يضرها. يعني يحلب منه ما فضل بحيث ما يضرش البهيمة، يعني ما يحلب كل اللبن وبيعلفها قليل على ما تكون غيره، تقعد لها يومين يكون ابنها هلك من البوع. فيبقى لو حلب يحلب ما فضل بقدر إنه هو ما يضرش البهيمة ولا يضر ابنها. إذا كان لقلة العلف يبقى يحلب قدر مناسب لما يعلف، وليس له ترك الحلب. وكذلك لا يمتنع عن الحلب مطلقا، لان ده ممكن يضر البهيمه، ده بيعمل لها حراره عاليه، اللبن لما يتكون في ضرع البهيمه برضو ايه، يؤدي الى ضرر للبهيمه اذا كان يضرها ايضا. فان لم يضرها كره، ويسن له الا يستقصي اللبن في حلبه، لما يجي يحلب كمان في ادب انه ما يحلبش لما يخلص كل الضرع، بل يبقي في الضرع شيئا لخبر داعي اللبن، وأن يقص أظفاره، ولما يجي يحلبها يبقى قصص ضوافره عشان ما يؤذيش الضرع ويجرحها، كل دي رحمة. وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها، وله أن يسقي ولد البهيمة غير لبن أمه إن استمرأه، وإلا فهو أحق بلبن أمه. ابن البهيمة دي لو بيستمرأ لبن غير أمه، وانت عايز لبن الأم دي عشان مثلا الدسومة فيه عالية، يبقى ما فيش بأس، خليه يرضع من غيرها وخد انت اللبن ده لو بيستمرأ اللبن. طب افرض هو رافض الولد ده ابن البهيمة انه يرضع الا لبن امه، خلاص يبقى سيبه يرضع لبن امه. وله ان يسقي ولد البهيمة غير لبن امه ان استمرأه، استمرأ يعني استساغه، يبقى استمرأ يعني استساغه وتناوله، وإلا فهو يعني هذا الولد ابن البهيمة احق بلبن امه. فإن لم يكفه وجب عليه أن يشتري له غيره. طب ابن البهيمة ده لبن أمه لا يكفيه، عليك أنك أنت تجيب له كمان لبن تاني يكفيه، لأنه ابن البهيمة دي برضه في حيازته، فأنت مسؤول عنه. فإن لم يكفيه وجب عليه أن يشتري له غيره، لأن نفقته واجب عليه. وكذا الطير، وكذلك الطير، الطير بيبيض، فالطائر تسيبه هو اللي يقعد على بيضه، ما تخلوش يقعد على بيض غيره إلا لو كان يقبل ذلك، إنما لا يقبل إلا بيضه، يبقى يبات على بيضه، وهكذا. وفي نفس الحكاية برضو لا يطعم أبنائه إلا إيه، يعني يطعم أبناء غيره من الطير، لا يطعم أبنائه هو أولى، وهكذا.
وكذا الطير، ويحرم جز نحو الصوف من أصل الظهر، وكذا حلقه لما فيه من تعذيب الحيوان. لما يجي يقص الصوف ما يقصوش من إيه، من جدره، لأنه ده ممكن يضر الحيوان ويجرح ويجعله في البلاد الباردة يتعرض للبرد. وكذا حلقه، والحلق يعني إزالته بالموسي، برضو يحرم لأنه قد يؤذيه ويجرحه ويعرضه للبرد وعدم الحماية، لما فيه من تعذيب الحيوان. ويجب على مالك النحل أن يبقي له شيئا من العسل في الكوارة عشان يتغذى بيه، ما هو النحل بيعمل عسل ليه وللمالك، فما ياخدش هو كل العسل ويسيب بالإيه الشغالة ما تلاقيش غذاء. ويجب على مالك النحل أن يبقي له شيئا من العسل في الكوارة بقدر ما يكفيه، أو يشوي له دجاجة ويعلقها على باب الكوارة فيأكل منها. ويجب على مالك دود القز علفه بورق التوت أو تخليته لأكله لئلا يهلك بغير فائدة، ويجوز تكفيف الدود بالشمس عند حصول نوله وإن أهلكه، لأن فائدته بذلك كذبح المأكول من الحيوان. قوله وجب عليه نفقته أي مؤنته كما علمت، ولا يجب أن يشبعه الشبع المفرط بل الشبع المعتاد أو ما قاربه، فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد، أي غالب قوت أرقاء أهل البلد، من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك. وقوله ومن غالب أدمهم، أي أدم أهل البلد، أي أرقائهم من سمن وزيت ونحو ذلك. وقوله ويكسوه من غالب كسوتهم، أي أهل البلد، أي أرقائهم من قطن وصوف ونحو ذلك. فلا يجب أن يكون طعامه من طعام سيده، ولا أن يكون أدمه من أدم سيده، ولا أن تكون كسوته من كسوة سيده، ولكن يسن يبقى من نفس كسوة سيده، لكن الواجب أنه يطعمه من غالب قوت من في مستواه بقدر الكفاية، أي في الإطعام والأدم والكسوة. والعبرة بكفايته وإن زادت على كفاية أمثاله. يعني عنده عبد بيشبع برغيفين ما يدلوش رغيف، يقول له أصل باقي العبيد بيشبعوا برغيف واحد، لا كل واحد أدرى بكفايته، واخد بالك؟ يعني العبرة بكفاية إيه العبد نفسه لنفسه. وإن زادت على كفاية أمثاله، ويعتبر حاله زهادة ورغبة، وحال السيد يسارا ويسارا، يعني يعتبر حال الرقيق ده إذا كان زاهدا يديله ما يكفي الزاهد، وإن كان مش زاهد يديله ما يكفيه. وكذلك السيد يعتبر حاله حال الغنى، السيد الغني يطلب منه طعام لأرقائه غير الطعام اللي يطلب من السيد الفقير لأرقائه، كل واحد على حسب سعته، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما. طب احنا نملك هذا العبد او البهيمة شرك بقدر شركيهما، اذا كنت نملك نصفها وانت نصفها يبقى ايه نصف النفقة علي والنصف الاخر علي. انا انفق ثلاثة ارباعها وانت ربعها يبقى ثلاثة ارباع النفقة علي وربع النفقة عليك وهكذا. وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما، وتسقط نفقته بمضي الزمان كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية، ولا تصير دينا عليه إلا باقتراض القاضي بنفسه أو مأذونه، أو يبيع القاضي فيها ماله إن كان له مال عند امتناعه أو غيبته، لأنه حق واجب عليه، فإن لم يكن له مال أمره القاضي ببيعه أو إجارته أو اعتاقه دفعا للضرر، فإن لم يفعل آجره الحاكم، يعني الحاكم نفسه هو اللي خلاه العبد يشتغل ومن ريع عمله يطعمه. فإن لم تتيسر إجارته باعه، فإن لم يجد من يشتريه أنفق عليه من بيت المال. قول ولا يكفي في كسوة رقيق ستر العورة فقط، أي دون بقية بدن لما فيه من الإزلال والتحقير، وإن لم يتأذى بحر ولا برد، ومحل ذلك ما لم يعتد ستر العورة فقط كما في بلاد السودان ونحوها، وإلا كفى كما في المطلب. يعني في بعض البلاد زي في افريقيا بيكتفوا بايه بستر العوره، هي عادتهم كده بسبب شده الحراره، فان كان في البلاد دي خلاص يديله ما يكفي ستر العوره،
لكن في بلاد أخرى لا تكتفي بستر العورة، يبقى يكسيه كسوة فوق ستر العورة عشان ما يبقاش فيه إذلال له ولا تحقير له، ولا يكلفون أي الرقيق والبهائم من العمل بيان مقدم لما ما لا يطيقون، أي ما لا يطيقون الدوام عليه. فلا يجوز للسيد تكليف رقيقه عملا يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه، ويحرم على الملك تكليف دابته ما لا تطيق الدوام عليه من تثقيل الحمل أو إدامة السير أو غيرهما يوما أو نحوه. نعم إن أنفق، إن اتفق ذلك لعذر في بعض الأوقات لم يحرم. يعني في يوم كلفته بعض الأعمال الشديدة في يوم كده بسبب يعني احتياج طرأ، لا بأس ما يجراش حاجة، لكن ما تبقاش هي دي التكليف اليومي عليه لأنه ما يستطيعش يداوم عليه. يعني ممكن في يوم يقدر تشغله 12 ساعة، لكن ما يقدرش تشغله 12 ساعة كل يوم، واخد بالك؟ لو يوم كده كل أسبوع ما يجراش حاجة. وكذلك الدابة ما ينفعش أنك أنت تفضل تركبها يوم بليلة من غير ما تريح، إلا لو كنت مثلا في مرة من المرات كنت في مكان في مفازة وعايز تقطعها تقوم تقصو عليها شوية وبعدين تريحها بعد كده، وتكونش ده عادتك معها، تبقى حاجة كده جت إيه بسبب بعض الظروف. يعني الدين الإسلامي ده دين الرحمة بالحيوان وبالجماد وبالإنسان وبالنفس، فهو دين الرحمة. أي شيء مخالف لهذه الرحمة في كل شيء يبقى حرام شرعا من غير ما تقرأ في كتاب الفقه. أي حاجة تخالف هذه الرحمة، ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما كان في شيء إلا زانه. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا، أي من الأشغال كالخدمة والحمل ونحو ذلك. وقوله عكسه، أي وهو أنه إذا استعمله ليلا أراحه نهارا، ويريحه صيفا وقت القيلولة. وقت القيلولة يعني اشتداد الحر، ما يكلفوش بأعمال وقت القيلولة، يقعد في الظل ما يكلفوش بأعمال وقته، لأنه وقت الراحة. ولا يكلف دبته أيضا ما لا تطيق حمله، فيحرم تحملها ما لا تطيق الدوام عليه يوما أو نحوه. وكذلك إدامة السير والركوب ونحو ذلك كما سبق. وقد فصل الشارح إجمال قول المصنف ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون بالتفريع الذي ذكره بقول فإذا استعمل المالك رقيقه إلى آخره، وبقول ولا يكلف دابته أيضا إلى آخره. وبهذا ظهر أن قول المحشي صوابه التقديم على قوله ولا يكلفون من العمل إلى آخره لا وجه له. قوله وذكر المصنف السبب الثالث، السبب الثالث اللي هي الزوجية. يقول في الهامش هنا كلام الشارح والمصنف، السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج، ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بيّن المصنف ذلك في قوله هي واجبة. طب والزوج ما هو حاله يختلف من عسر إلى يسر، يعني واحد غني واحد فقير هتختلف، وهي مقدرة. فإن وفي بعض النسخ إن كان الزوج موسرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو رقيقة. والمدان من غالب قوتها، والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما، حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونه، الأقط اللي هو اللبن المجفف. ويجب للزوجة من الأدم والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما، فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج، الشيرج اللي هو الطحينة زيت السمسم يعني، بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك. وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج، ويختلف الأدم باختلاف الفصول، فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم. ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها، وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب، وإن كان الزوج معسرا
ويعتبر إعصاره بطلوع فجر كل يوم فمد، يبقى الموسر مدان والمعسر مد. طب والمتوسط مد ونص، والمد احنا قلنا حوالي كام كيلو الا ربع من غالب قوت البلد يعني. اي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، وما يتقدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأذن، ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة. وإن كان الزوج متوسطا يعني بين الإعصار وبين اليسار، ده المتوسط، ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم على ليلته المتأخرة عنه فمد، أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف من طعام من غالب قوت البلد، ويجب لها من الأذن الوسط ومن الكسوة الوسط، وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا، وعليه طحنه وخبزه، ويجب لها آلة أكل وشرب، زي ما يجب لها حاجة تأكلها يجب لها طبق تأكل فيه، حلة تطبخ فيها، معلقة تقلب بيها الأكل، يجب لها كوباية تشرب بيها، وهكذا الآلات دي، بوتاجاز يهنيها علشان ربنا يهنيه. كل ما تدلع خلق الله ربنا هيدلعك ويكرمك، أحسن كما أحسن الله إليك، مش كده برضه؟ ويجب له آلة أكل وشرب وطبخ، ويجب لها مسكن يليق به بها عادة. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها بحر أو آمة، هو جايبها من بيت عندهم خدم بيخدموهم، يبقى كمان يجيب لها خادم يخدمها. فعليه أي الزوج إخدامها بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة، أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها. وإن أعصر بنفقتها أي المستقبلة فلها الصبر على إعصاره. طب افرض هو أعصر، ليها الزوجة أنها تصبر، ما يجرش حاجة، وتنفق على نفسها من مالها، أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه. ولها الاختيار الثاني، مش عايزة تصبر، فسخ النكاح، وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فرقة فسخ لفرقة طلاق، يعني مش هتتحسب من الطلاقات. أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، يعني ما تطلبوش بالماضي، بالحاضر والمستقبل. وكذلك الزوجة فسخ النكاح إن أعصر زوجها بالصداق قبل الدخول، ولا كمان تفسخ النكاح لو ما اداش إيه صداقها يعني مهرها قبل الدخول بها، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. أذن العشاء، تفضل يا سيدي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. يقول الشيخ البيجوري في حاشيته: وذكر المصنف السبب الثالث، اللي هو السبب الثالث هو وجوب النفقة، أي الذي هو الزوجية، وهذا مناسب للنسخ التي فيها التي ليس فيها ذكر فصل هنا، فإنه ساقط من بعض النسخ، وهو الأنسب بصنيع الشارح. لكن الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني شرح على النسخة التي فيها ذكر فصل، وتبعه المحشي حيث قال: فصل في أحكام نفقة الزوجة وما يتعلق بها، والتعبير بالنفقة لأنها الأغلب والمؤنة أعم منها، وقد تطلق بمعنى المؤنة فتشمل سائر المؤن. قوله: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، عشان يخرج الناشز، يبقى نفقة الزوجة الممكنة من نفسها هي دي اللي واجبة، لكن لو ناشز تبقى ايه، مش واجب عليه ان ينفق عليه. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، اي بان عرضت نفسها عليك ان تقول له: اني مسلمة نفسي اليك، فان لم يكن حاضرا عندها بعثت الي: اني مسلمة نفسي اليك، فاختر ان اتيك حيث شئت او ان تأتيني. فالعبرة ببلوغ الخبر له، ومحل ذلك اذا كان في بلدها، فان غاب عن بلدها رفعت الأمر إلى الحاكم ليكتب إلى حاكم بلد الزوج ليعلمه بالحال فيجيء إليها أو يوكل في الإنفاق عليها، فإن لم يفعل شيئا من الأمرين فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله. هذا إن كانت بالغة عاقلة، إن كانت الزوجة يعني بالغة عاقلة. فإن كانت صغيرة أو مجنونة فالعبرة بعرض وليها، لأنه هو المخاطب بذلك، وخرج بالممكنة من نفسها الممتنعة من التمكين وهي الناشزة، فلا نفق لها ولو مضت مدة ولم تعرض نفسها عليه ولم تمنع، بل مع السكوت فلا نفق لها أيضا لعدم التمكين، ولا بد من التمكين التام. فلو مكنته وقتا دون وقت، كأن تمكنه الليل دون النهار، أو في دار دون دار، فلا نفق لها ولو اختلف في التمكين، كأن قالت: مكنت في وقت كذا، فأنكر ولا بين صدق هو بيمينه، لأن الأصل عدمه. فلو رد، واضح الكلام يعني، أنا ما بشرحش لأنه كلام واضح، لأن الأصل عدمه. فلو رد عليها اليمين حلفت يمين الرد واستحقت النفقة. يعني افرض ايه، هم اختلفوا، قالت للقاضي: انا ما امتنعتش عنه، لكن هو اللي منع النفقة عني، واضح؟ فاختلفوا، فالقاضي يصدق مين؟ الزوج يقول: لا، ده ما مكنتش نفسها، ده مش تحت طوعي، ده هي كدابة. يقول له: خلاص احلف. احلف، رفض انه يحلف، فحلفت هي، يبقى وجبت النفقة عليه. لو حلف سقطت النفقة، خدت بالك؟ ادي الحكايه. فلو رد علي اليمين حلفت يمين الرد واستحقت النفقه،
لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة. ولو اتفق على التمكين، طب اتفقوا في الصورة الثانية بقى، اتفقوا ان هي مش منع نفسها منه وهو معترف ان هي مش منع نفسه منه، واختلف في الانفاق كأن قال دفعت لك النفقة فأنكرت قالت له ما دفعت ليش حاجة، صدقت بيمينها لأن الأصل عدم الانفاق. وكذا لو اختلف في النشوز، هي بتقول لا ده انا ما بمتنعش، هو يقول لا دي بتتعالى علي، اختلفوا في النشوز فتصدق هي لأن الأصل عدمه. ومثل الناشزة في عدم النفقة المحبوسة ظلما أو بحق فلا نفق لها، المحبوسة ظلما أو بحق يعني امراته قبضوا عليها ومحطوطة في الايه في الحبس لمدة اسبوعين ثلاثة سنة، فهي خلاص بقت محبوسة، سواء كانت محبوسة بظلم أو بحق ملوش دعوة، يبقى لا ينفق عليها لأن بقت بعيدة عنه. واضح؟ ومثل الناشزة في عدم النفقة المحبوسة ظلما أو بحق فلا نفق لها وإن كان الحابس لها هو الزوج، يعني السبب في الحبس لها هو الزوج، ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له. كذا قال المحشي تبعا لإطلاق بعضهم، والظاهر أنه إن حبسها الزوج ظلما لم تسقط نفقتها لتعديه حينئذ، وإن حبسها بحق فلا نفق لها. وأما إذا حبست الزوج زوجها العكس، يعني اشتكت يعني فقبضوا على الزوج كانت سبب في حبس زوجها. واضح؟ او ست هي قوية كده دخلته حجرة قافلة وحبسته وقول لها ارجوك مش عايز اتطلع، خلاص رجل مستضعف كرجال اليومين دول. واما اذا حبست الزوجة زوجها فان حبسته ظلما سقطت نفقتها، وإن حبسته بحق لم تسقط نفقته، هي بلغت القاضي انه ما بينفقش عليها، القاضي قال له انفق عليها، قال له لا، فالقاضي حبسه علشان ايه؟ ينهي بحبسها بحق هنا لا تسقط نفقته. وهذا التفصيل هو المتجه كما نقله في حاشية المنهج في باب القصب اللي هو الشيخ زكريا الأنصاري في باب القصب والنشوز، وإن أطلق في باب النفقات قول واجب على الزوج أي بالتمكين يوما بيوم، يعني النفقة بتاعتها بتجب على الزوج يوما بيوم لأن هي ممكن تمكنه من نفسها أيام وتمتنع أيام، فالأيام اللي هم علاقتهم بيها طيبة خلاص ينفق عليه، أيام تانية هي متعالية عليه يبقى الأيام دي بتسقط نفقتها، وهكذا يوما بيوم. فتجب بفجر كل يوم، وإنما وجبت بفجر اليوم لأنه يسلمها الحب فيحتاج إلى طحني وخبزي وعجني، فلو حصل التمكين ابتداء في أثناء اليوم وجبت بالقسط، يعني ما مكنتنوش من أول الفجر مكنتهم العصر يبقى ليها وجبة واحدة. فهمت ازاي؟ يعني بقسط اليوم، ادي المسألة. ما احنا شغالين في ايه؟ في اتنين قاعدين بيغيزوا ببعض بقى، واخد بالك، وشغل القضاء وشغلانة تانية علشان تعرف القاضي ازاي يحكم يعني ويقدر المسائل. لكن مش معنى كده تروح انت تجرب كده في مراتك، تحضر الدرس هنا تروح تجرب في مرات تقول والله اما جوعها وهنا ونشوف هيجرى ايه، حرام تعمل كده، حرام ده لو دب حرام تعمل كده، فبقى بالك بقى الزوجة وهي مكرمة وآية من آيات الله. فيحتاج الى طحني وخبزي وعجني، فلو حصل طبعا احنا ايامنا ما بنحتاجش الحكاية دي، ايام الشيخ البيجوري يودي لها القمح اول النهار علشان هي لسه هتطحنه وهتعجنه وتخبزه وتاكله، لكن انت الوقت ما بيعملوش كده، انت على طول بتجيب لها كيس العيش جاهز خلاص مش محتاجه بقى الحكايه. فلو حصل التمكين ابتداء في اثناء اليوم وجبت بالقسط حتى لو حصل وقت الغروب كما يقع كثيرا، وجبت كذلك بخلاف ما لو كان ذلك بعد نشوز بان كانت ناشزه ثم مكنت في اثناء اليوم فلا تجب نفقت ذلك اليوم لانها تسقط بالنشوز فلا تعود بالطاعه ما لم يستمتع بها، ولا تجب بالعقد قبل التمكين، يعني مجرد انه عقد على الزوجه لا يجب عليه النفقه عليها الا اذا دخل به، يبقى الدخول بالزوجه هو اللي يوجب ايه النفقه عليها وليس العقد، واخد بالك، يبقى يجب بالعقد النفقه، ولا تجب بالعقد قبل التمكين لانه يوجب المهر، العقد يوجب المهر مش هيوجب حاجتين، العقد يوجب المهر كفايه عليه، والدخول
يوجب النفقة، واخد بالك؟ يبقى عندنا ايه؟ ولا تجب بالعقد قبل التمكين، لأنه يعني لأن العقد يوجب المهر فلا يوجب النفقة، لأنه لا يوجب عوضين، ولأنها مجهولة بسبب جهل حال الزوج، لأنها النفقة يعني مجهولة بسبب جهل حال الزوج من يسار أو إعسار أو توسط، والعقد لا يوجب مالا مجهولا، لأنه تبالي يبقى الصداق مسمى، ولو ما فيش مسمى يبقى مهر المثل، واضح؟ ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، فلو كانت النفقة واجبة بالعقد لساقها إليها، ولو وقع لنقل. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج، لأن ربنا بيقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا تكلف نفس إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى إيه العبرة؟ في النفقة بحال الزوج، كويس؟ والعبرة في المهر بحال الزوج. يبقى المهر العبرة بالزوجة اللي هي مهر المثل، يعني نشوف مثلها ومستواها بياخد مهر قد إيه، لكن في النفقة العبرة بحال الزوج. يبقى المهر العبرة بحال الزوجة، والنفقة العبرة بحال الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج، أي من يسار وإعصار وتوسط، وقول بيّن المصنف ذلك اختلافها بحسب حال الزوج، فاسم الإشارة عائد على الاختلاف المفهوم من اختلفت، وهي مقدرة، وإنما لم تعتبر فيها الكفاية، لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، وإذا أكلت عنده على العادة كفى لجريان الناس عليه في الإعصار والأمصار. يعني هي بتاكل معاه، مش بالشرط يكيل لها بقى، ما هي بتاكل معاه الاكل في البيت، فهمت؟ لا، هي عادة الناس كده، هي قاعدة في البيت وهو بيديها الفلوس، بتجيب تطبخ يقعدوا ياكلوا مع بعض، حكاية سهلة، مش بيقعد بقى يعير لها ولا لا كده، اوعي تغرفي تاني، ما بتحصلش حاجة، ما بتحصلش. لكن لما يجي منكفة يجي القاضي بقى يقدر بقى عشان ما يحصلش ظلم، انما طول ما الحكاية حلوة والعلاقة طيبة والقاضي بعيد عن النكد، ما هو تملي القاضي لما يدخل يبقى فيه نكد، واخد بالك؟ تملي لما يبقى فيه شقاق يدخل القاضي، ما فيش شقاق والحكايه كويسه خلاص ما فيش قاضي. لكن محله ان اكلت عنده برضاها وهي رشيده او غير رشيده وقد اذن وليها في ذلك، فان كانت غير رشيده ولم ياذن وليها في ذلك لم يكفي، فترجع عليه بالنفقه وهو متطوع باكلها عنده، ان كان اهلا للتطوع الا رجع عليها بما اكلت وهي ترجع عليه بالنفقة. ومعلوم أن العبرة في الأمة المزوجة إذا أوجبنا نفقتها على الزوج بأن كانت مسلمة له ليلا، مسلمة أو مسلمة تنفع الاثنين، مسلمة له ليلا ونهارا برضا سيدها المطلق، المطلق التصرف لا برضاها، ولو اعتاضت عن النفقة غير المستقبلة جاز إن لم يكن ربا. اعتاضت يعني إيه؟ يعني خدت عوض عن النفقة بحاجة تانية، يعني النفقة عليها مال طعام، يجيب لها بر قمح، فقالت له طب اديني بداله مثلا نصف بر من قمح مثلا نوعه اعلى شوية، طب ما كده يبقى مع متحد الجنس ومطعوم وفي تفاوت، ما فيش تماثل، ندخل في الربا. او هو كان بيديها مثلا النفقة دي ذهب، واخد بالك؟ فاعتاضت عنها بصيغه، قالت له اديني حلي بدل ما تديني دينار كل يوم والدينار ده ذهب، اديني بداله غويشه كل يوم. طيب الغويشه دي وزنها قد ايه؟ لازم تبقى بنفس وزن الدينار، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، والا دخلنا في الربا. فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى الصوره اللي عايز يقول لك الشيخ عليها. ولو اعتاضت، اعتاضت يعني قبلت العوض، يعني خدت حاجة عوض عن حاجة، ولو اعتاضت عن النفقة غير المستقبلة جاز إن لم يكن ربا، كأن اعتاضت عنها دراهم أو دنانير أو ثيابا أو برا عن شعير أو عكسه، فإن كان ربا كأن اعتاضت خبز بر أو دقيقه عن بر
قالت له هات لي ايه خبز قمح بدل ايه مد القمح. طب ما انت ما تعرفش تحقق شرط التماثل لان ده دي قمح وده دي قمح، ما تعرفش تحقق شرط. نقع في ايه؟ مشكله الربا. لم يجوز. واما النفقه المستقبله فلا يجوز الاعتياض عنها. المستقبله اللي هي في الايام المقبله، لكن نفقه النهارده بنتكلم على النهارده. فان وفي بعض النسخ ان، اي بلا فاء. وقوله كان الزوج موسرا، ايه حد اليسار بقى؟ نقول الراجل ده غني. ايه الحد الشرعي يقول الراجل ده غني؟ خد بالك من هذا الحد لانه يغيب على كثير من الناس. بان كان عنده ما يكفي بقيه العمر الغالب وزاد عليه مدان. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا 40 سنه، العمر الغالب في امه النبي ايه؟ 63 سنه. يبقى انا فاضل لي على 63 سنه ايه؟ 23 سنه. انا بحتاج في الشهر انفق على نفسي 2000 جنيه. 2000 جنيه في 12 عشان اجيب نفقه السنه. فخد بالك ازاي؟ في 23 سنه اللي باقيين يبقى انا عندي في رصيدي في البنك عندي مثلا 300,000. يبقى انا كده موسر. فهمت ازاي؟ ده في عرف الشرع. يعني عندي نفقه تكفيني بقيه العمر الغالب. وعندي زياده عنها حاجه بسيطه، مرتب بقى باخده كل شهر. يبقى هنا ده الموسر شرعا. فهمت ازاي؟ يبقى ده راجل موسر شرعا. يبقى ده راجل غني شرعا. فهمت ازاي؟ من حيث يبقى القاضي بيحسب الايثار من عدمه ايه؟ يشوف ارصدته في البنك، ويشوف عمره، يشوف غالب العمر، ونفقته في الشهر قد ايه؟ ويدرب ويعمل ويطلعه موسر متوسط معسر. فهمت بقى المساله؟ بأن كان عنده ما يكفي بقية العمر الغالب وزاد عليه مدان. فإن لم يكن عنده ما يكفيه العمر الغالب، أو كان عنده ما يكفيه ولم يزد عليه شيء فمعسر، وإن زاد عليه شيء ولم يبلغ مدين فمتوسط. والعبرة في ذلك بطلوع فجر كل يوم كما سيصرح به الشارع. وحينئذ فلا يبعد أن يكون موسرا في يوم، متوسطا في يوم، معسرا في يوم. يعني معظم الأزواج بتوع اليومين دول هتلاقوهم بين المعسر والمتوسط، معظم ازواج اليومين دول، لانه قليل من الازواج اللي عنده مثلا ايه ربع مليون جنيه، اللي عنده نص مليون. ما هو لو كان عنده كمان 25 سنه علشان غالب بقيه عمره دي محتاج يبقى عنده بقى. لكن على اي حال خد بالك، لو عنده شقه يملكها والشقه بقيمتها دلوقتي نص مليون، يبقى ده ايه؟ غني. فهمت بقى ازاي؟ يعني مش شرط يبقى المال، ممكن يبقى عقار. وانت عارف دلوقتي الشقق دلوقتي غليت، فيبقى ممكن عنده عربية مثلا ب70,000 جنيه، وعنده شقة بنص مليون جنيه. واخد بالك؟ يبقى عنده هنا قرب 600,000 جنيه. واضح؟ وهو مثلا فاضل له علشان يعيش المدة اللي هيعيشها، لو كان هيعيش يعني ان شاء الله مش هيتفرس بدري ويموت بدري بدري، واخد بالك، ويستريح من الدنيا. يبقى ايه؟ كان محتاج مثلا 300,000، يبقى هو عنده فيه 200,000 زيادة. يبقى ده ايه؟ غني وليس متوسط. لكن على اي حال شوف حد الشرع ده علشان تعرف تقيس بعد ذلك على الامور. لان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الايه؟ في الزكاه برضه. لان اللي عنده مال ويطلع زكاه، لكن المال ده لا يكفيه غالب عمره، يطلع زكاه وياخد زكاه. فهمت؟ اتكلمنا عليها باب الزكاه. يعني انا عندي 40,000 جنيه في البنك. كده انا عندي نصاب، هطلع زكاه كل سنه. لكن الأربعين ألف دي ما تكفينيش غالب عمري، يبقى أنا فقير، يبقى أخد زكاة، أطلع زكاة وأخد زكاة. فده هيفيدني كمان في باب الزكاة. فهمتني بقى إزاي؟ إحنا قبل كده اتكلمنا عليها في أبواب الزكاة لو أنتوا فاكرين، يعني من سنوات، لكن قليل ما هم من يتذكر. ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم، أي لأنه وقت الوجوب، فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر. فإذا وجدناه يزيد على كفاية العمر الغالب بمدين فهو موسر، فيلزمه في هذا اليوم مدان، وهكذا. ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرته. خد بالك ان اللي عنده معاش شهري من قبل الحكومة ملتزمة وهو ما عندوش رصيد، ده يعتبر غني، لانه عنده ما يكفيه عمره. طول ما هو عايش هيقبض معاش كل شهر، والمعاش ده بيكفيه وبيوفر منه. مش شرط يبقى عنده رصيد يعني شايله، لو واحد من اهل المعاشات يعني.
ياخد له معاش كل شهر مثلا 3000 4000 جنيه وهو بيكفيه حوالي 2000 بس، يبقى عنده 1000 جنيه ممكن بيشيل احتياطي عشان لو عي، لو مش عارف عايز يتفسح، عايز ينفق على حد، يتصدق، يعمل اي حاجه، يبقى عنده برضه حاجه يجيب شويه لب يأزأز اي حاجات من دي، ايه ما فيش مشكله عنه. خدت بالك؟ لكن لو معاشه بيكفيه بالكاد يبقى برضه لا، ده برضه فقير، وهكذا زي ما قلنا في ابواب الزكاه لو انتم فاكرين. ويعتبر يساره بطلوع الفجر كل يوم، أي لأنه وقت الوجوب، فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر، فإذا وجدناه يزيد على كفاية العمر الغالب بمدين فهو موسر، فيلزمه في هذا اليوم مدان للزوجة يعني، وهكذا. ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرته. نقف عند قوله فمدان من طعام وجبان عليه إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحبك وترضى. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.